الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة النزاهة ضبط 4 متهمين بتنظيم معاملات صرف وهمية بمستشفى في ديالى. وذكر بيان للهيئة أن ملكات دائرة التحقيق في الهيئة تمكنت من تنفيذ عملية ضبط لمعاملات صرف وهمية في إحدى المستشفيات في ديالى، مشيرا إلى أنها ضبطت 4 متهمين هم أعضاء لجنتي المشتريات والفحص والاستلام في المستشفى إثر قيام لجنة المشتريات بتمشية معاملات صرف وهمية خاصة بإعاشة الأطباء والمرضى الراقدين في المستشفى. وفي ذات السياق أوضحت هيئة النزاهة أن فريق عمل مكتب تحقيقها في كركوك قام بضبط 1 الأشخاص في القاطع البلدي الثاني بالمدينة على خلفية قيامه ببيع استمارات تمليك الدور للمواطنين بأسعار مبالغ فيها. أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار توقيع العقد الاستثماري الخاص ببناء وإنشاء مشروع جادة بغداد بجزئيه السكني والتجاري في مناطق حول مطار بغداد الدولي مع شركة مجموعة العريفية السعودية. وأكدت الهيئة مضي الحكومة تجاه تعزيز البيئة الاستثمارية وأهمية عقد الشراكات العربية والأجنبية الرامية إلى تطوير نوعية المشاريع الوطنية التي تقترب من التجارب الدولية وبما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية وتوفير خدمة السكن. يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة خاصة في بغداد نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية. هبطت أسعار السندات التونسية المقومة بالدولار إلى مستويات منخفضة قياسية بعد قرار السلطات حظر الاجتماعات من مقرات حزب النهضة المعارض، وأصبحت معظم السندات التونسية عند نصف قيمتها الإسمية تقريبا بعد انخفاضها بمقدار يتراوح بين 0.2 و 1.3 سنت. ويصدر البنك المركزي التونسي السندات التي تواجه حالة ضعف في الوقت الراهن بسبب مخاوف من احتمال تخلف تونس عن السداد. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فقامت تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب الروسية الأوكرانية. توقع خبراء عملات ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسية خلال الشهور المقبلة بسبب توجه البنك المركزي البريطاني لزيادة سعر الفائدة البريطانية لمكافحة التضخم. وقفز سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار وأغلب العملات الأخرى بعد ظهور معدلات أكبر لأرقام التضخم في بريطانيا التي رافعت تلقائيا من توقعات المستثمرين في الاسترليني وأصوله المالية الخاصة بمسارات الفائدة، ووضعوا في حساباتهم أن يجري البنك المركزي البريطاني زيادة جديدة في سعر الفائدة في شهر أيار المقبل. وتجاوز التضخم في المملكة المتحدة على أساس سنوي لشهر آذار الماضي 10.1% وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
منتزه للقاء.